بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان البحث هو المهدوية في سورة الأنبياء بين الإشارة والتصريح، دلالة دراسة تحليلية. لماذا المهدوية وليس المهدي؟ لأني بحثت الموضوع وليس الذات، وفي سورة الأنبياء حصرا. ولماذا الإشارة؟ الإشارة دلالة على ما ذكرته الآيات الكريمة على نحو الإشارة الضمنية من دون تصريح بها، أو أنها على نحو الذكر الكلي، الإشارة الكلية بدون الدخول إلى الجزئيات والتفاصيل. والمنهج هو كان منهج تحليلي للآيات الكريمة التي كانت تحمل تلك الدلالات حول موضوع المهدوية والحركة التغييرية التي ستكون في آخر الزمان. حاولت أن أربط بين الحركة التغييرية للأنبياء عليهم السلام وبين الحركة المهدوية وأبعادها التغييرية في مجالات الحياة كافة. أهمية البحث هو الموضوع من الموضوعات العقدية المهمة في حياة المجتمعات عموماً بمختلف انتماءاتهم الفكرية والدينية، لأنها تمثل الجانب الإجرائي أو التطبيقي لطموح الإنسان في الوصول إلى السعادة أو تحقيق السيادة والعدالة الاجتماعية التي ينشدها الجميع. المشكلة التي ينطلق منها البحث أساساً هو عن إذا كان هناك علاقة بين حركات التغييرية للأنبياء عليهم السلام وبين حركة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وكيف يمكن فهم هذه الإشارات القرآنية في تلك السورة المباركة أي سورة الأنبياء وفق مقاصدها وموضوعاتها التي عرضتها الآيات الكريمة وبيان الصلة بين تلك الآيات. هذه التساؤلات حاول البحث هنا أن يجيب عنها. الفرضية الأساس التي انطلق منها البحث هي أن سورة الأنبياء تحدثت عن مسار حركة الأنبياء عليهم السلام التي تبدأ بالمصاعب وتنتهي بتحقيق الهدف الإلهي لتلك الحركة. هذه المصاعب هي سنة من السنن الإلهية التي لا تخلو منها أي حركة تغييرية. هذا يعني الفرضية الأولى. الفرضية الثانية أن الآية الخامسة بعد المئة من سورة الأنبياء، وهي قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هي محور سورة الأنبياء. كل الآيات التي كانت في هذه السورة المباركة تنتهي إلى هذه النتيجة، أن الوراثة ستكون للصالحين فقط وفقط. هذه الفرضية التي يعني ثبتها البحث وانطلق منها. المنهجية كما واضح من العنوان هو منهجية التحليل والمقارنة ومحاولة بيان بعض التفاصيل. أحاول الاختصار قدر الإمكان لأنه البحث بني على مطلبين. المطلب الأول هو بيان السمات العامة للحركات التغييرية للأنبياء عليهم السلام وبما فيها من شمولية وقصدية وارتباط بالله سبحانه وتعالى، أنها حركات مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما ذكره قبل قليل سماحة السيد أنه مشروعية التغيير أو مشروعية الثورة، وهذا ما ذكرته سورة الأنبياء. مقاصد السورة لا أريد أن أدخل فيها. من أهم سمة للقضية المهدوية أو موضوع المهدوية هي السمة الغيبية، وهذه السمة تفرض على الباحث الكثير من القيود، لأنه يبحث في موضوع غيبي نقلته الروايات الشريفة عن النبي والأئمة عليهم السلام، وهذه الروايات فيها ما فيها، ولابد من الولوج بحذر ودقة في أخذ من تلك الروايات أو رد بعضها أو نقدها. ما أريده من مسألة الإشارة والتصريح
هو ما ذكرته في المطلب الثاني، وحتى يعني أعطي بعض التطبيقات، مثلا الإشارة على نحو الحدث أو الشخص التي جاءت في هذه السورة المباركة، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ورد لفظ الذكر في سورة الأنبياء أكثر من 10 مرات، بعضهم يقول 10 مرات وبعضهم يقول 12 أو 11 مرة، لكن بالعموم هو ورد أكثر من 10 مرات في هذه السورة المباركة. في كل مرة كان يرد فيها لفظ الذكر هو يدل على وجود حدث أو أمر مهم سيقع. هذه الإشارة إذا رجعنا بها إلى قوله تعالى، طبعا هناك أمثلة: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا أهل الذكر هم أهل الاختصاص أو هم أهل المعرفة بما سيكون وما كان. هذه الآيات الكريمة أشارت على وجود حدث مهم سيكون وسيقع، وإذا ربطناه بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض سيرثها، أو العفو، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، سنعرف أن هذا الحدث المهم هو وراثة الصالحين للأرض. وجملة من المفسرين والعلماء فسروا هذه الآية بأنها بالمهدي المنتظر وأتباعه في آخر الزمان، وكما سأحاول أن أشير إليه بشكل موجز وسريع. هذا فيما يخص الحدث. طبعا والبحث مطول جدا، وأنا لا أخفيكم ببركة هذا المحفل وبهذه المناسبة هذا البحث سيكون مشروع كتاب إن شاء الله، لأنه يستحق الوقوف والتأمل. فقط لفظ ذكر في سورة الأنبياء هو يحمل أكثر من تقريباً 50 صفحة لبحث هذه المفردة وعلاقتها بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام. الأمر الثاني أو الإشارة الثانية هي الإشارة الزمانية، وهي ربط الزمن بالفعل زيادة على ربط الزمن بالفاعل، ويتم فهمها والوصول إلى هذه الإشارة بناء على معرفتها في سياق آخر جاءت فيه. حتى لا أطيل في هذه المقدمة النظرية كما طلب جناب الدكتور، أقول قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فالدلالة الإشارية للفظ الوعد أحالت في سياقها إلى موعد تحقق ذلك الوعد، متى هذا الوعد؟ علماً إذا رجعنا إلى الآية التي قلت أنها محور سورة الأنبياء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، أن هناك وعد إلهي سيتحقق، وهنا الناس تسأل عن هذا الوعد. إذا رجعنا لسياق النص القرآني الذي وردت فيه هذه الآية، يجد المتلقي أنه قوله، يعني سبقها قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يتضح أن السؤال عن تحقق الوعد متأت من حال الاستعجال أي تعجيل من الأمر التي جبل عليها الإنسان، فهي طبعه وسجيته. وهنا الوعد بسياق الآيات الكريمة هو قيام الساعة، إلا أن المعروف لدى الجميع أنه الساعة لا تقوم إلا بعد تحقق أشراطها، ومن أشراط الساعة كما هو متواتر عند المسلمين جميعا هو قيام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا تقوم الساعة حتى تمتلأ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. هذا الوعد تكرر في أكثر من مرة في هذه السورة الشريفة، كما هو في قوله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وهنا الآية أشارت أن عند تحقق ما يوعدون به من حدث عظيم ستشخص أبصارهم ويعترفوا بغفلتهم وظلمهم بتكذيبه أو بتكذيب وقوعه.
هذا هو فيما يخص الإشارة الزمانية التي تسأل وتشير إلى زمان تحقق الوعد الإلهي. أما الإشارة المكانية فهي في قوله تعالى: كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. الآيات الكريمة من سورة الأنبياء من الآية 11 إلى الآية 15. الآيات الكريمة مما لفظه ماض ومعناه مستقبلي، فالإشارة بقرية إلى مكان اعتباري يدل على أن البلد أو القرية تهلك بفساد وظلم أهلها، وهو مقتضى سنته سبحانه في نظام الاجتماع البشري، وهي أن الظلم سبب لفساد العبران وضعف الأمم والاستيلاء من يعني استيلاء القوية منها على الضعيفة استيلاء مؤقت وإن طال أمده، إن كان إفساد الظلم لها عارضاً. وهنا سيكون هذا النوع أثر طبيعي للظلم بحسب سنن الله في البشر، وهو قسمان: ظلم الأفراد لأنفسهم وظلم الأفراد لمجتمعهم. ولا يخفى أن مقتضى الإشارة المكانية الاعتباري في قوله تعالى: وكم من قرية، هو إشارة لأهل القرية الذين إذا أحسوا بأس قيام القائم يفرون منه ولا يجدون مكان يأويهم من المصير المحتوم الذي ينتظرهم. هذه الأسطر التي ذكرتها قبل قليل هي مستقاة من تفسير ورد عن القمي في تفسيره لقوله تعالى: وكم من قرية، وكم قصمنا من قرية، يعني أهل قرية كانت ظالمة. هذه الإشارة، وإن كنا أن نحمل هذا التفسير للقمي سواء أنه يؤخذ به أو لا يؤخذ، لكن هذه الإشارة هي واضحة إلى مسألة أنه إذا ساد الظلم والفساد في قرية أو في بلد معين فإنه لا محالة إلى زوال. هذا فيما يخص الإشارات التي يمكن أن نستخلصها من سورة الأنبياء، وأنا هنا أذكرها على يعني بشكل موجز وبسرعة كبيرة لأن البحث يعني يحتاج كثير من التفصيل. أما التصريح في مسألة المهدوية في سورة الأنبياء فهي واضحة من خلال الآية 105 من هذه السورة، لكن هي أيضا هذه الآية الصريحة حوت من الإشارات التي ممكن أن ترتبط بآيات أخرى في سور أخرى. قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. أمر محتوم، لكن ما هي وراثة الأرض؟ متى تتحقق؟ من هم الوارثون للأرض؟ هذه التساؤلات يرد عليها من خلال بيان الاستخلاف، والاستخلاف عندما يكون بصورة مطلقة وليس فقط مقيدة، وأيضا بالتمكين. وهذه الإشارات نجدها في سورة النور في الآية 55 قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هذا الأمر الأول، وكما استخلف الذين من قبلهم. والأمر الثاني الذي ذكرته الآية: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. والدين الذي ارتضى ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الآخر الذي ذكرته هذه الآية: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهو إشارة لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا تقام العبادة بشكلها النهائي من دون خوف أو وجل إلا عندما يظهر الدين على الدين كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخت الكريمة ابنتنا نور، ذكرت المهدوية في سورة الأنبياء بين الإشارة والتصريح،
طبعا ذكرت أنه المهدوية قررت الوصف دون الاسم. أنا أعتقد لو لم تفعل ذلك وأبقت المهدي يكون أفضل. لماذا؟ المهدوية تنحصر في شخص واحد، يعني الإمامة والإمام. يمكن نتكلم عن الإمامة وتعرف الإمامة، كما قال الأخوة وبحوث الأولى أنها رئاسة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي، ثم نأتي إلى تطبيقها. ومن جملة الأئمة هو الإمام المهدي سلام الله عليه. المهدوية إذا كان غرض الأخت الباحثة تتحدث عن مفهوم، كما يقول المناطق، هو مفهوم كلي لكن ليس له مصداق إلا واحد، هذا نعم نوافقها في ذلك، مثل قبيل مفهوم واجب الوجود. واجب الوجود كمفهوم نعم كلي، لكن لا ينطبق إلا على الله تبارك وتعالى. وأعتقد لو كان مقصودها هذا لكان يمكن أن تشير له إشارة للفارق بين الإمامة والمهدوية. المهدوية ما يظهر مدعين، لا يوجد مهدوية بهذه الكثرة إلا الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو شخص واحد وهو ابن الإمام الحسن عليه السلام. ثم ذكرت قضية وكم من قرية، أعتقد أرادت المعنى المكاني. طبعا تعرف جنابه أن هاي كم خبرية مستفهامية، بمعنى أن القرآن يريد أن يخبر عن كثير من القرى التي عصت الله تبارك وتعالى. الله أمهلها ثم أنزل عقابه فيها. ربط هذه المسألة لتقريب أن العصيان قد يؤدي إلى الهلاك لو يعنون بسنة الله تعالى، هذه سنن الله. نعم ذكرت ذلك لكن بشكل أعتقد سردي سريع. ثم ذكرت التصريح. التصريح أن يأتي بالاسم بلا تأويل، يعني حتى عبارة وكم من قرية ذكرتها نموذج أعتقد للتصريح. التصريح ليس ذلك، حتى عندما نقول وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، تصريح بشكل الإمام المهدي في القرآن هكذا لم يرد قطعا. ولاحظوا هناك نكتة، بعض الأمور التي لها أهمية قصوى في حياتنا القرآن لم يذكرها بالاسم ما عدا النبي صلى الله عليه وآله، لأنها لو ذكرت بالاسم ومع الكم الكثير الذي لا يرضى لحرف القرآن بلا شك ولا ريب، لكنها لم تذكر. نعم الآية تنطبق، الآية تفسر، وهنا هو الاختبار. فتصريح للإمام المهدي في القرآن لا يوجد، حتى في مسألة الآية اللي تتحدث عن نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذه الآيات الشريفة وأمثالها ليست صراحة في الإمام المهدي، تطبيقات نعم على الإمام المهدي بمعونة الروايات الشريفة. طبعا أيضا لم تسلم الأخت من اللحن، وأعتقد هذا المسألة أغلب الأخوة الأعزاء الباحثين لم يسلموا من اللحن، مع أنهم كانوا يقرؤون بورقة، فكان ينبغي يعني إيضاح التشكيل النحوي أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة سؤال للأخت الدكتورة الباحثة نور وإشارة. السؤال: أين أنتم من الآية 73 في سورة الأنبياء التي فيها تصريح عن الإمامة وتلميح عن الإمام المهدي سابع الأئمة من بعد الإمام الباقر، وخصوصا وهي مقترنة برواية جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عندما ينقل سلام الرسول صلى الله عليه وآله إلى الإمام الباقر؟ والإشارة إذا كانت تريد أن تؤلف وتكتب في القضية المهدوية في القرآن، فإن منتدى الكفيل في العتبة العباسية هناك باب اسمه القضية المهدوية في القرآن، ستستفيد منه كثيرا. شكرا جزيلا.